إلى المغرب، حيث تتضاعف احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي في فصل الصيف تحديداً، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الجهات المسؤولة عن سلامة الغذاء. وبحسب إحصاءات لعام 2022، فإن المغرب سجل ما بين 1000 و1600 حالة تسمم كمتوسط في السنة. لماذا تكثر حالات التسمم الغذائي في فصل الصيف؟ سؤال يطرح بشكل كبير، فالمستشفيات تستقبل يوميا حالات التسمم الغذائية، ومن مطعم لآخر تختلف معايير السلامة والأمانة الصحية للزبائن. وبحسب إحصاءات لعام 2022، فإن المغرب يسجل ما بين 1000 و1600 حالة تسمم كمتوسط في السنة. في جولة روتينية يومية، يقوم السيد حسن بتفقد المطابخ الخاصة بمطعمه والتي تقدم الوجبات للزبائن. ففي فصل الصيف، وحسب تعبيره، تكون المراقبة مضاعفة، سواء داخل المطعم أو في تموين الحفلات التي يشرف عليها. إذا في فصل الصيف كتكون عندنا مراقبة مضاعفة، كيكون عندنا لو ستاف ديالنا اجور 24/24 باش تكون لا كاليتي وباش يكون المستوى ديال المنتوج اللي كنعطيو للناس يكون الحمد لله في جودة عالية. إذا بحكم أننا حنا في الميدان ديال تمويل الحفلات وبيان سور لا ريستوراسيون، كنحاولوا على لو سيركوي اللي كدوز فيه السلعة، من الخضر، من فواكه، من لحوم، من لحوم بيضاء، تكون في ان سيركوي اللي باين، ان سيركوي اللي داخل في لي نورم. تباشر طبيبة الشغل زهرة بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية والتخزين الجيد للطعام، فتلوث الغذاء يعد أكثر الأسباب التي تسبب التسمم الغذائي، ويصنف على أنه خطر عالمي يهدد صحة المجتمع. تلوث الغذاء غادي يكون سواء من المادة يعني الطعام، سواء من اللي كيشتغل في هاد الدومين ديال لا ريستوراسيون. دونك من الفورنيسور الى المستهلك، هنا كاينه واحد لاشين كلها خصنا نحترموها. يعني خاص المواد اللي كتجي لو ريستو، مثلا انا غندوي لكم على المطعم كمطعم مصنف، هنا كيحترموا الوسائل عن سلسله ديال 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 البروده، ملي كتجي وهي كتجي في ان ترونسبور كريسبكت، اللي كتحترم سلسله التبريد. الاقبال على الوجبات السريعه خاصه في المرافق الصيفيه يزيد من ارتفاع حالات التسمم الغذائي، وتطالب جمعيات المجتمع المدني بتكثيف المراقبه خصوصا على محلات الوجبات السريعه، لا سيما في الشواطئ والتي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين مع ارتفاع درجه الحراره. إكرام الأزرق، قناة الغد، الدار البيضاء. ومن مدينة سلا المغربية نرحب بالدكتور بحيري هشام، أخصائي في طب المستعجلات والإنعاش ومدير مستشفى مولاي عبد الله بسلا. دكتور، أهلا بك معنا على شاشة الغد في حصة مغربية. ربما لن أبدأ معك بالسؤال الذي سمعناه في التقرير، لماذا تكثر حالات التسمم في فصل الصيف، ولكن دعنا نتحدث على الحالات ربما التي وصلتكم إلى المستشفى هذا الصيف. حوالي كم يمكن تقديرها، وهل لا قدر الله صادفتم حالة استحالة علاجها أو ربما تأخر الوقت؟ شكرا على الاستضافة. أهلا. فكما كنعرفوا جميعا، فالأمراض عندها المواسم ديالها، ففي فصل الصيف عادة كتكثر ما نسميه حنا بالتسممات الغذائية. التسممات الغذائية كما كتعرفوا جميعا وكما كيعرفوا الناس أخصائيين ديال الصحة، فهي نتيجة عدة الأشياء، من ضمنها كتكون فصل الصيف، كتكون البحر، هذا كتكون ما نسميه حنا بالفاست فود، يعني الاكل السريع. هذاك الاكل السريع كيستعمل بعض الناس اللي هما عمال موسميين، اللي هما ما كيكونوش عندهم عادة المؤهلات الكافية باش يخدموا في ميدان التغذية، فاللي هو خصو يختار بعض المعايير اللي هي مهمة جدا اللي كيعسوا عليها هما اطباء الشغل،
فهاد المعايير ما كتكونش معك، كتكون الكثره ديال الناس اللي كتستهلك الاكل، لان كيكونوا المصطافين بزاف، فهذوك الناس كاين فيهم اللي ما كيكونش مؤهل، فكيقوم باخطاء، اخطاء ديال ما نسميه حنا ليجيان، يعني النظافه، وهذا هو اللي كيتسبب من ضمن الاشياء اللي كيتسببوا في هذه الامراض وهذه التسممات. كاين مساله اخرى اللي هي مهمه جدا، وهي ما نسميه بسلسله التبريد، يعني لاشين دو فخوا. لاشين دو فخوا كومون دي حنايا اون فرونسي، ال دوات ايتر ريسبكتي، ضروري تكون محترمه. يعني ملي كيخرج هذاك الماده الخام اللي غتكال اللي هي كيما بغات تكون، وعادة كتكون المشكل كيكون في ما نسميه حنا في السلطات الخضراء، يعني بحال الخس والبرامة، وملي كيكونوا فيهم مشاكل بزاف، لأن هاد الأمراض كما كنعرفوا جميعا تسمى أمراض الأيادي طيب المتسخة أو الحادثة، أمراض اللي هي منقولة عبر الماء، معنيتها بأن هاد الأمراض هذه عادة طيب كتجي من قلة النظافة. صحيح. بالنسبة للمشكلة طيب دكتور، أنت لم تجبني حتى الآن على الحالات التي وصلتكم إلى المستشفى، بكم تقدر؟ وأيضا سؤال ثاني، ما هي الإسعافات الأولية التي يجب ربما اتخاذها قبل التوجه إلى المستشفى؟ وفي حال وصل المريض إلى المستشفى، ما هي الإجراءات؟ هل كما نسميه ربما في المغرب غسيل المعدة أو تفريغ المعدة ربما مما تم تناوله، هل هذا هو الإجراء؟ فعادة باش نعطي أرقام ديال المستشفيات ما يمكنش، لأن كل نهار هي اللي كاينة وثابتة، هو أن كل نهار على الأقل عندك هذا موسم الصيف اللي كنهضرو عليه، على الأقل عندك ملي كتجيك واحد النسبة ديال 10% بحال هكذاك ديال كاينة كل نهار، هي القليلة ديال الحالات الوافدة على المستشفيات ديال التسممات، جميع انواع الخطوره من خفيف بسيط الى معتدل الخطوره. ما بالنسبه للحالات الخطيره جدا فهي كتجي في الحقيقه قليله جدا، بس كتكون معروفه واحد الحاله ولا جوج اللي كيدوزوا في الموسم كامل كاع، هذا هو اللي كاين، ما كتجيش حاله خطيره بزاف، ولكن الخطر فاش كيكمل، كيكمل في ان ديك الناس هو الى ما تخادوش في الوقت وخداو الاسعافات ديالهم في الوقت، فكاين الخطر انهم الذات ديالهم تجف، لان هذوك الناس معرضين للاسهال وللتقيؤ، كما كنعرفوا جميعا فالاسهال والتقيؤ فهو فقدان الماء وفقدان سميتو الاملاح المعدنيه اللي هي مهمه جدا للذات، واللي هي تقدر تسبب امراض خطيره جدا على مدى قصير، وتقدر تسبب كاع في الاغماء وحالات خطيره. طيب هنا دكتور البحيري، يعني ما هو الاجراء المتبع في حال ربما تعرض الانسان لتسمم؟ انا شخصيا تعرضت لتسمم قبل 3 سنوات، تسمم غذائي، واضطررت الى ان الجا الى غسل المعده، هل هذا هو الاجراء الطبي المتخذ في المغرب؟ والاجراء الطبي لغسل المعده عاده ما كيكونش في التسمم الغذائي، يعني باش نضعوا الامور في المحل ديالها. فالأول حاجة كما قلت لك هو محاربة هذاك الحالة ذات ما خصهاش تجف، هذيك هي أول حاجة. ثاني حاجة كاين بعض الحالات اللي كتلجأ للمضادات الحيوية باش تحارب ديك الجراثيم والبكتيريا اللي هي سببت هذه الحالة هذه. ما غسل عادة غسل المعيد فهو مخصص لحالات التسمم بأدوية أو بمواد خطيرة جدا، ماشي بالأكل. إذا خصني نرجع اليوم الدكتور المغربي ونقول لهم علاش درتوا لي غسيل المعدة بما أنه كانت حالة تسمم غذائي فقط. شكرا جزيلا لك دكتور البحيري هشام، أخصائي في طب المستعجلات والإنعاش ومدير مستشفى مولاي، إن شاء الله مدير مستشفى مولاي عبد الله بسلا، شكرا جزيلا لك. انتهت حلقة اليوم من الحصة المغربية، نشكر لكم كرم المتابعة وإلى اللقاء.